دوم پوزیشن مصاحب نمبر 48 فور ایٹ آ جائے بیٹا اس بچے کو شبلی ٹیکسٹائل کے چیئرمین مولانا تہذیب صاحب کی جانب سے اس بچے کو دوم پوزیشن کا انعام دیا جا رہا ہے 10,000 فی الحال کیش 20,000 روپیے 11,000 ٹرانسفر منتقل ہوگا آ جاؤ بیٹا آ جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ بچے کا سرپرست کون ہے آئیے آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں ماشاء اللہ یہ بچہ بلند شہر کی نمائندگی کر رہا ہے بلند شہر یو پی علی گڑھ کے پاس وہاں سے نمائندگی کر رہا ہے ایکتا بیس چلیے یہ 48 ہیں 48 ان کے بعد تیار رہیں 56 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یہ سوال منزل نمبر ایک پارہ نمبر چار سورۃ النساء میں سے کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھو مائک قریب ہو رہا آپ کے زیادہ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما حسبك دوسرا سؤال سنیے
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. یہ سوال منزل نمبر تین پارہ نمبر تیرہ سورة الرعد میں سے کیا گیا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم مساهم نمبر 56 سيد ولد آدم خير الأنام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام